بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزيك حبايبي؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة جولة جديدة على قناتي تغطيات قناة الهنا، الجولة عن الأواني المنزلية وأجهزة المطبخ الكهربائية. هنشوف أطقم حلال جرانيت وأدوات مطبخ كتيرة جدا وأجهزة كهربائية، عجانات وقطعة بصل وخضروات وأطقم ضيافة ومفارش وكوبايات وشامبوهات، حاجات كتيرة جدا في تخفيضات العائلة. ده في الدور الأرضي. هتلاقوا حاجات كتير قوي من الأدوات المطبخ والأواني المنزلية. نبتدي كده الفيديو مع بعض. دي كوبايات للشاي وبيالة ب5 ريال، يا بلاش، شايفين حلوة ازاي؟ دي مجات التلاتة حبة ب5. الجولة دي في تخفيضات العائلة في مدينة الرياض، وإن شاء الله هحط لكم العنوان في أول تعليق مثبت. حلوة قوي الأشكال الذهبي اللي عليها دي، نزلين تشكيلة جامدة جدا من كوبايات الشاي. شايفين برضو الكوبايات دي؟ في بقى ب5، في ب8، في ب11. دي بقى مفارش، عندهم مفارش سفرة ومفارش صالونات وانتريهات. المفارش اللي هي تطقم على بعضه على 29 في 3 قطع، هي بالقماش اللي هو الكبير ده، في منه الابيض وفي منه اللي هو على لون بيج ده. دي كلها مفارش طاولات، في اطقم على بعضها اهي. في بقى الكاروهات دي على 25، ده مفرش برضو للترابيزة. دي كلها اشكال مفارش للسفرة، مفارش طاولات، ترابيزات، انتريهات. حلو قوي اللون الفضي ده، ده ب19. في اشكال كتيرة جدا، في المفارش الصغيرة دي على 5، الكاروهات دي جميل قوي اللي هو اللي على ذهبي ده، في بقى ده على 8 وفي ب11 على حسب المقاس بتاعه. في حجم صغير ده ب11، وفي حجم اللي هو المتوسط والكبير. هنا بقى اي حاجة من دول ب5 ب7. في بقى برضو المفارش الذهبي دي للطاولات او الترابيزات، دي بكام؟ دي هتلاقوها ب5. في بقى الجلايسوليد ده جل للايدين على 9، غسيل الايدين. عندهم شامبوهات وحاجات، ده جل استحمام ده ب11، جميع الانواع. في بقى اللي هو الجل الاستحمام والشامبوهات دي على 11 و13. نشوف بقى الادوات المنزلية والاواني. دي حلل ب11 وب13 وب39، دي ب5، دي كلها ألومنيوم. في بقى طقم الصواني الصغيرة دي ب5، 3 صواني صغيرين، هي خفيفة على فكرة. في الطقم ده برضو على 5، او ده كمان ب5. دي حل ألومنيوم ب21. في بقى السكريات دي في ب11. نشوف بقى أطقم الحلل الجرانيت، ده طقم حلل جرانيت لونه بينك، في منه كذا لون برضو، ده ب244، 3 حلل وطاسة، 8 قطع يعني. في بقى الطقم العنابي ده
ده 8 قطع برضو ب196 ريال، لونه حلو قوي، الغطا بتاعه بايركس، فيه تقريبا منه البينك برضو. في طقم الجرانيت ده برضو 8 قطع ب244. نشوف بقى أطقم الضيافة، ده طقم لتقديم الحلا ب99، ده ب129. الوعاء اللي جوه أو الطبق بورسلين، ده ب89، ده فيه حوالي 5 قطع، ده 4 قطع، لونه ذهبي جميل أوي اللون الذهبي ده، تخيلوا ده ب59، شكله حلو قوي. في 3 أطباق، الطبق برضو بورسلين، دي أشكالهم أهي. في بقى قطعة البصل والخضروات دي دوتس، فيها 3 شفرات، والدرق بتاعها على فكرة كمان كبير، دي ب79، ادي شكلها اهو دوتس. نشوف بقى مطاحن القهوة، دي مطحنة قهوة ب43، السيف إليك هوم ماستر، ماركتها اسمها هوم ماستر من السيف إليك. دي خبازة كهربائية على 179، وفي ب149. دي جرانيت، خبازة كهربائية جرانيت، ادي شكلها، ده شكل تاني منها، دي ب174. على فكرة ساعات كمان بيعملوا عروض خاصة، بتبقى حلوة قوي. هنا على 207. نشوف بقى اسعار العجانات، دي عجانة جانو معاها خلاط، الخلاط على فكرة زجاجي ومفرمة، مفرمة اللحمة وعجانة، ب634 عليها تخفيض 519 جانو. في بقى العجانة دي، بس دي بدون خلاط، جميل اوي اللون الاحمر، دي ب519 برضو تقريبا مع خلاط. في بقى العجانة دي عجانة سطحية مع خلاط، دي نشوف برضو، دي حلل ضغط أفران. بكده خلصت جولتنا النهاردة، كانت جولة عن الأواني المنزلية وأجهزة المطبخ الكهربائية. إن شاء الله الفيديو يكون عجبكم، إذا عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات جديدة. مع السلامة.